فضيلة الشيخ، يعني ما أحوجنا هذه الفترة للحديث أكتر عن الستر؟ للأسف الشديد مجتمعنا دلوقتي، يعني حضرتك عارف، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي علاقات كتير بعد انتهائها بتلاقي ان اللي كانوا في فترة ما أقرب اتنين لبعض كل حاجة بتعلن على الملأ. نتكلم الأول قبل ما نتكلم عن هذا الأمر عن صفة الستر وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الستير. وبسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان مكرم، خلقه ربنا تبارك وتعالى وكرمه وأمره بالستر. يعني ناخدها كده في البداية بستر العورة وستر السوءة. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا بأن أفضل حاجة الإنسان يستر بها العورة والسوءة أنه يحتمي بالله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وده في إشارة سريعة بنص الآية الكريمة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. بعدها ربنا بيقول إيه؟ ولباس التقوى ذلك خير. يعني اللي بيستر أكتر هو التقوى، الخوف من ربنا، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا خلق الإنسان وجعله مكرم وأمره بستر العورة وأمره بستر السوءة وأمره بستر العيوب. والإسلام بيتجه إلى هذا الاتجاه في أكتر من منحة. هناخد بس في إشارة سريعة إن الإسلام عمل حد اسمه حد إلقاء التهم أو قذف المحصنات. يعني حد قذف المحصنات ده حد من الحدود، عقوبة عملها الإسلام للي بيقول كلمة وهو مش متأكد منها بتنال من عرض أو بتنال من كرامة أو من شخص. هناخد برضو إشارة سريعة تانية. عندنا عقوبة الزنا، الإسلام جعل ثبوت عقوبة الزنا بشهادة 4 شهود عدول. طيب ما كان، يعني أنا آسف، كان ممكن الإسلام يخليها بشهادة واحد. طيب ليه عملها بشهادة 4؟ قال ده دعوة للستر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيطبق بقى ستر العيوب بطريقة عملية جدا. لما كان بيلاقي حد بيعمل خطأ أو كان بيلاقي عيب قدامه في إنسان، ما كانش بيسميه باسمه، وإنما كان سيدنا محمد بيطلع المنبر بتاعه ويخطب كده خطبة جميلة ويقول بسم الله والحمد لله، وفي الآخر كان بيقول فيها إيه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. كل الإشارات اللي قلناها أو الثلاث إشارات اللي قلناهم دي دعوة من الإسلام إلى أن الإنسان يكون متحلي بصفة الستر. وهي كلمة جميلة جدا، لما بنسمعها الأذن بترتاح لما نقول الستر، لأن عكسها الفضيحة ونشر القبائح والرذائل وما إلى ذلك. فالستر كلمة جميلة جدا وخلق عظيم من أخلاق الإسلام، دعا إليه الإسلام في أمور عديدة اللي هي المفروض أن كل واحد مننا بيعملها.